حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم في ملتقى الاستثمار الرياضي والذي تنظمه وزارة الرياضة بشراكة مع غرفة الرياض. حياكم الله هنا في القاعة، حياكم الله في غرفة جدة، وأيضا المتابعين من هناك من غرفة الشرقية، وأيضا من يتابع البث المباشر لهذا الملتقى. عندنا جلسة ثانية، هذه الجلسة التي تأتي بعنوان الشراكة واستراتيجيات الشراكة بين الأندية والمستثمرين في المملكة العربية السعودية. هذه الجلسة المعنية بمعرفة وجهة نظر الأندية في هذا الجانب، أين وصلت أيضا في خطواتها الاستثمارية، وكيف ترى يعني المزج ما بين القطاع الخاص وكذلك العمل الرياضي أو القطاع الرياضي ومدى جاهزية التشريعات وما إلى ذلك. وندعو إلى المنصة متحدثي هذه الجلسة الأستاذ خالد بن عمر البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب. الأستاذ خالد البلطان هو رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، وللمرة الثانية طبعا مرة بتجربتين حتى على مستوى الإداري والاستثماري في نادي الشباب، فبالتالي حقبتين مر بهما. أيضا أدعو إلى منصة الأستاذ مسلي المعمر، وهو رئيس مجلس إدارة نادي النصر. الأستاذ مسلي المعمر هو رئيس مجلس إدارة نادي النصر وبيدرس مكاني، ولا حطوا مكاني هنا أنا؟ أي كيف؟ أي لا لا كذا أعتقد كويس ولا؟ طيب خلوكم أماكنكم، شكرا جزيلا. هذا ما يهمني. كويس شكرا. الأستاذ مسلم معمر إذن هو رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وهو الضليع بالمجال الاستثماري والمجال الإداري، وكذلك صاحب تجربة ثرية في رابطة الدوري المحترفين لسنوات ماضية. حياهم الله معنا ومعكم في هذه الجلسة التي سنناقش فيها استراتيجيات الشراكة ما بين الأندية والقطاع الخاص. حياكم الله بالوليد، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ خلينا في البداية نحاول نأطر للجلسة بسؤال أكثر عمومية. هل اليوم إحنا في مرحلة جاذبة للقطاع الخاص، مرحلة على الجوانب التشريعية وما يتعلق بوزارة الرياضة أو الجهات المشرعة بشكل عام، هل هي اليوم تقدم منتجاتها بشكل واضح ومن ثم تقدم البيئة المناسبة للمستثمر للدخول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حي الجميع. سؤال الحقيقة مهم جدا. احنا في مرحلة اليوم قد لا نكون في النقطة المهمة للجذب، ولكننا في اهم مراحل الاعداد لكي نصل إلى مستوى أن نكون قطاع جاذب وقطاع جاذب للمستثمرين. إحنا الآن معظم التطوير، معظم القرارات هي في المطبخ أو لم تظهر إلى الآن بشكل واضح. أعتقد أننا في مرحلة إعادة هيكلة للجانب الاستثماري الرياضي، في إعادة هيكلة في الجانب الرياضي ككل. وزارة الرياضة حقيقة تقدم جهد كبير، تتفق أو تختلف مع العمل الحاصل، لكن هناك نقطة قد لا يعلمها الجمهور ولا يعلمها أيضا حتى بعض المهتمين، أن الوزارة الآن في مرحلة إعداد جميع الأنظمة وإعادة صياغة الأنظمة وإعادة الهيكلة بشكل كبير وإعادة حوكمة القطاع. هذه عندما تكتمل هذه المنظومة ويكتمل هذا العمل، هنا نصل إلى النقطة أن نكون نقطة جاذبة ونقطة نصبح قطاع من ضمن القطاعات الاقتصادية الكبيرة، وهو القطاع في الاستثمار الرياضي. اليوم الاستثمار الرياضي مبادرات، تظهر مبادرات من حين لآخر، تجارب جيدة يشار لها بالحقيقة بالإعجاب، ولكن تجد فيها استثناءات، تجد فيها جهد كبير من الوزارة لكي نصل للمرحلة اللي نكون مثل، لكن العمل ككامل كإطار كامل، أنا أبغى أن الأخوان الجميع كل من يسمعني يعطي الوزارة مزيد من الوقت
الوقت كفيل بالعمل اللي حاصل الآن، الوقت كفيل أن يكون تكتمل الأنظمة، تكتمل إجراءات حوكمة القطاع بشكل كامل. عندها بيكون قطاع جاذب، بيكون هناك نظرة للرعايات بشكل مختلف، نظرة في الاستثمار، نظرة في استثمارات الأندية. اليوم حصل عدة أنظمة صدرت، أعتقد أننا يجب أن نقف لها باحترام ونقف لها بنظرة اقتصادية واضحة. مثل نافس اللي هي الأكاديميات منصة نافس اللي هي الأكاديميات الخاصة والأندية الخاصة. أعتقد هذا حلم قعدنا نكافح لأجله فوق 20 سنة، وما حد يتصور. كنا نتكلم من حوالي 15 سنة فيه، نتكلم مع المسؤولين ولكن الأنظمة ما كانت تسمح. اليوم إنجاز كبير في هذا العام 21 أن استطاعت وزارة الرياضة أن توصلنا لهذا النموذج. الآن بدأنا عبر إدارة الاستثمار بالوزارة بدأت أكثر مرونة مع الأندية، أكثر مرونة في تقبل الأفكار، أكثر مرونة في الموافقات. أصبحنا نأخذ ونعطي معهم بشكل اقتصادي، وعندنا الآن نماذج جيدة. أنا اسمحوا لي أني أطرح نموذج يخص نادي الشباب، وهو أنه يعني استطعنا بحمد الله وفضله أننا نحصل على موافقة تأجير أراضي نادي الشباب، الأراضي اللي تقع على طريق الملك فهد وهي الملاعب. أنا ليش ألعب الناشئين والفئات والبراعم في أرض قيمتها من 10 إلى 15 ألف متر، بينما أستطيع أني أستأجر لهم أو أخذ لهم أرض بأقل بكثير. وضع هذه المكان الجميل، المكان التجاري الجيد، أنه يكون يدر دخل على النادي ويكون يضع استدامة لمدفوعات النادي واستدامة لدعم ميزانيات النادي. توقعت أني أواجه مشاكل كبيرة، توقعت أني أواجه صعوبات، لكن حقيقة نظرا لأن الوزارة سبقت الأندية بالحوكمة، نظرا الوزارة أصبحت حقيقة متجاوبة بشكل كبير، لأن الأنظمة تحدثت وتعدلت بأسرع مما نتوقع وبأسرع مما يتوقع المتلقي. استطعنا الحصول على هذا النظام بدون استثناء، لاحظ، بموجب النظام وبدون استثناء، ولم يتم استثناء نادي الشباب في شيء. فأصبحنا بس أنتم موقعكم هو استثناء أصلاً. مسلي ما عنده نادي مو على الاستثناء، مو على طريق الملك فهد. بس يستطيع أندية أخرى وفق موقعها أنها تعمل شيء. أصبحنا نموذج اليوم. أوكي، إحنا موقعنا يساعدنا كأفضل موقع نادي رياضي في المملكة، لكن أعتقد يشاركنا في أندية أخرى، وأندية أخرى قد تكون أقل لكن قد تستطيع تعمل شيء. إذن عملنا النموذج، والنموذج حمتنا فيه ورعتنا فيه الأنظمة الجديدة اللي أقرتها الوزارة. إذن إحنا أمام طفرة في الاستثمار الرياضي قادمة، ليس اليوم. اليوم إحنا في مرحلة الإعداد، في مرحلة التجهيز، في مرحلة إعادة التكوين، إعادة الهيكلة، في مرحلة الانطلاقة، الأفكار وترتيب البيت من الداخل. ممتاز. بس متأكد أننا خلال أقل من سنة مش أكثر، لما تكتمل أنظمة الوزارة وتكتمل الأمور، راح يكون قطاع رابح جدا، قطاع يستطيع أنه يجذب استثمارات ضخمة واستثمارات كبيرة. ونسمع عن شركات رياضية مطروحة في الليستد ومطروحة في سوق الأسهم السعودية. جميل. اليوم سيد مسلي، الحديث عن التشريعات الموجودة وقدرتها على يعني مواكبة كل جديد في جانب في الجانب التشريعي بشكل عام، وبالذات فيما يتعلق بالاستثمار. اليوم أنتم شايفين يعني زي ما يقول سيد خالد أنه في مرونة في هذا الجانب، ولا والله هي فقط مبادرات ما في صورة واضحة للمستقبل، فقط مبادرات نحاول نطور باللي نقدر عليه باللي بيفيدنا اليوم؟ أول شيء أمسي على الجميع بالخير، وأشكر الأخوان في وزارة الرياضة، قرب شوي، والأخوان في غرفة الرياضة على تنظيم هذا الملتقى، ملتقى جميل، وسعدنا بالحضور هذا والمتابعين. بالنسبة للتشريعات، الوضع تغير تماما. في السابق كانت الأندية يعمل فيها متطوعين وهواة يحاولون أن يقدمون خدمة لأنديتهم حبا فيها. الوضع الآن مختلف تماما. الإدارات التسويق في الأندية أصبحوا أشخاص متفرغين محترفين
محوكمين بأنظمة وبلوائح معينة. أيضا هناك يعني تنسيق كبير مع الإخوان في وزارة الرياضة وبالتحديد الإدارة العامة للاستثمار. لا يمكن الآن أن ندخل في شراكة مع أي راعي إلا بعد المصادقة من وزارة الرياضة، وهذا يعني إجراء صراحة يعني إجراء صحيح وإجراء يعني يعدل بعض الأخطاء السابقة اللي كانت تحصل. وأيضا هناك متابعة لصيغة العقود، طريقة الشراكة، التأكد أن القيمة تكون يعني قيمة منطقية وعادلة. الآن الوضع محوكم بشكل كبير جدا، الأندية داخليا محوكمة، وأيضا هناك متابعة من وزارة الرياضة. التشريعات مهمة جدا، أنا أعتقد أنها خطوة مهمة قبل الدخول في الخصخصة. هناك تهيئة كبيرة جدا في الأندية، وراح نشوف أثارها على المدى القصير. يعني خلال الفترة القادمة راح نشوف الأندية وقعت عقود رعاية، سواء نادي جماهيري أو غير جماهيري. المستثمر أو الشريك التجاري إذا شعر أن الطرف الآخر طرف منظم، طرف محترف، طرف يهتم بالشراكة، حريص على النجاح، عندما يقابل محترفين تتغير النظرة. في السابق للأسف كنا نعاني، يعني أنا يعني سبق لي وعملت في 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 شركة راعية، والآن وبعدين عملت الرابطة، والآن أعمل في نادي، وجربت جميع المراحل. عملت من موقع الشريك المستثمر، وقتها فعلا كنا نعاني مع الأندية صراحة. يعني توقع الأندية فقط تبحث عن الدفعة، متى الدفعة، متى تدفع لي. والمفروض يصير العكس، المفروض أنا كنادي أكون حريص جدا على ربحية وعلى استفادة الشريك من هذه الشراكة لكي يجدد العقد أو أستقطب غيره. يعني عندما يعني يأتيني شريك ويشاركني في النادي، يكون راعي ومستثمر ويحقق نجاح، هذا نجاح للنادي قبل ما يكون ممتاز. ربحية للمستثمر. ممتاز. والأمور بدأت تتغير إن شاء الله، وإن شاء الله تكون أفضل. تكلمت عن إدارة الاستثمار في النادي أو في الأندية بشكل عام. اليوم الحوكمة توجب أن يكون عندك إدارة استثمار، وهذا الأمر يجعلنا نتفاعل على الأقل بالعمل الاستثماري القادم. ولكن هل موجود اليوم يرقى، بمعنى أنه أنت في إدارة النادي هل تصرف على الإدارة هذه بما يعني يحقق نتائج عالية، ولا فقط لأنها اشتراط الأندية قاعدة تحققها؟ لا بالعكس، يعني احنا الآن موجود معنا زملاء في إدارة التسويق، شباب سعوديين استقطبناهم من جهات أو من جهات يعني لها اسمها، يعني ودخولهم للعمل كمحترفين في النادي هذا دليل على ثقة بيئة العمل في الرياضة وعلى التغير اللي حاصل. عندما تستقطب شخص محترف في التسويق من جهة أو بيئة عمل آمنة إلى الأندية، هذا يعني أن هناك ثقة في البيئة، والشباب موجودين معنا. يعني خلال الشهر هذا توظفوا وبدأوا العمل، وأثار هذا العمل راح تشوفونه قريب إن شاء الله. بكرة بعده؟ كم يوم إن شاء الله. طيب أستاذ خالد، في قصة من يذهب للآخر، هل اليوم النادي من خلال إدارة الاستثمار هو المطالب بالنزول أو بالالتقاء بمستثمر أو بالمستثمرين وإيجاد شراكات، ولا أنه النادي يقول والله أنا اسمي موجود، أنا نادي مشاع، الناس تشوفني وعلامتي التجارية واضحة، فبالتالي أبى أنتظر المستثمر يوصل مكتبي؟ في الاقتصاد ما في زبون إلا لازم تروح له، أنت اللي تذهب له. أنا عندما أذهب للزبون أو للمعلن أو للمستثمر، أنا ما أبغى أروح وأقول له والله نادي الشباب، نادي عريق، نادي بطولات، نادي كبير، نادي كذا، نادي كذا، هذه معلومات عامة يعرفها. أنا أبغى أروح أقدم له منتجات مختلفة وألفت انتباهه إلى أمور قد لا يعلمها. أنا يعني في نادي الشباب أو نادي النصر أو أي نادي سعودي، إحنا نعطيه جزء من الشاشة. يعني أنت الآن لما يكون في أي إعلان على سبونسر على فانيلة الفريق،
أنت تظهر على الشاشة التلفزيونية، فتظهر على التلفزيون، تظهر على المحتوى، كونتنت يكون عالي، تداول في وسائل التواصل الاجتماعي عالي ولسنوات. وأنا قلتها في عدة ملتقيات رياضية، الإعلان الرياضي لا يموت، هذه قاعدة لازم نحفظها تماما، الإعلان الرياضي لا يموت يبقى. أنت ممكن تقلب الآن في وسائل التواصل الاجتماعي تشوف مباراة من دورة الخليج رقم 2 أو رقم 3 وتشوف إعلانات موجودة، وتشوف شركات ماتت مش موجودة، وتشوف أحيانا مباريات في الدوري السعودي سابقا الممتاز تشوف إعلانات لشركات غير موجودة اليوم، لكن الإعلان باقي، الشركة تموت والإعلان الرياضي باقي. وهذه نقطة وميزة نسوقها ونستخدمها أي أحد كثيرا في التسويق والماركتينج قد لا ينتبه لها المعلن. قد أنا أقول إذا كان دائما أقولها للمستثمرين أو المعلنين، أقول إذا حظك حلو وحظك جيد تصير مشكلة في المباراة اللي أنت معلن فيها، وتصير مشكلة وتجلس سنوات جدل. مثلا يكون في كرت أحمر، يكون في بلنتي غلط، يكون في شيء، يكون في من 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 أدوات كرة القدم التي تثير الجدل، ويكون في جدل في المباراة وعند والله لوحتك الثابتة، أو يظهر هدف في جدل LED الشاشة تظهر شركتك. شوف يا حظك، شوف إن أنت كيف استثمارك. شوف زين المشكلة اللي صارت، زي كثير من المشاكل، أي واحدة فيهم كثير المشاكل. فإحنا نروح للمستثمر نظهر له الجانب الذي لا يعلمه، نروح للمستثمر ويجب أن نروح، ونروح زي ما قال أخوي مسلي، إحنا الآن في الأندية، وحقيقة الاستراتيجية اللي أقرتها الوزارة والاستراتيجية والحوكمة واستراتيجية دعم الأندية علمتنا وخلتنا نتطور ونطور أدواتنا بشكل يماثل القطاع الخاص. في اليوم إحنا لما تتكلم عن أحد الأندية السعودية المنظمة هي قطاع خاص، نروح للأندية نستعين بوكالات وشركات إعلانية وإعلامية واضحة معنا، كأي شركة قطاع خاص ناخذ وكالة، ناخذ معنا يعني شركاء في التسويق، بالإضافة إلى الشباب اللي احنا استقطبناهم، شباب سعودي متدرب فاهم ومشرف على عمليات تسويق كبيرة، وجبناهم بشكل واضح وبدأوا عملهم. النقطة الأخرى وهي المهمة بالنسبة لي، طيب إحنا إلى متى الأندية السعودية تعرض الإعلان القميص الدي؟ أدوات محدودة. اللي أنا أبغى يعني أحاول أثير نقاشه بشكل، وخصوصا أستغل هالملتقى، أنه يجب حان الوقت على الأندية السعودية اليوم أن تطور أدواتها وتتفاعل مع تطور أدوات الوزارة. الوزارة سبقتنا، أنا ما أبغى الوزارة تسبقنا، أبغى أسبق الوزارة. إحنا في نادي الشباب حقيقة طورنا كثير، اشتغلنا كثير وسبقنا كثير من الأندية، لأن أنا قد لا أكون النادي الجماهيري الكبير مع التطور الكبير في جماهيرية النادي، بس أنا كاستثمار، كفكر استثماري يهيمن على فكر مجلس الإدارة، لازم أكون سابق و أمشي بخطوات ومراحل متقدمة لأجل أتوازن. أي. مثلا ما هي الأدوات اللي مطروحة؟ مثلا أنا تكلمت عن الأراضي، يجب كل نادي يفتش عن كل نقطة وكل قطعة، كل قطعة متر لا يحتاجها يحاول يستثمرها. الأدوات، أنا رأيي من أشد عوائق، يسمحوا لي الجماعة في الوزارة بس لا يزعلون، من أشد عوائق اللي تعيق تنمية استثمارات الأندية هي المنشآت الرياضية. فيجب على المنشآت الرياضية أن نتواكب بتطوير تجربة مرسول بارك، تجربة جميلة وأرفع لها القبعة، وجانا من القطاع الخاص من آمن بها وطورها وطلع لنا منتج جميل جدا، تجربة حقيقة أتمنى أن تعمم، وأنا أتوقع أن 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 أن, أن نشاهد أكثر من مرسول بارك خلال السنوات القادمة. كيف نطور منتجاتنا أيضا؟ ممتاز. مقراتنا،
مقرات الأندية السعودية مقرات تقليدية استهلكت، بنيت من 30 و40 سنة، والله يا جماعة اسمنتية بحتة، غير قادرة على إذا أنتجت بما فيه الكفاية، وكثر الله خيرها والجماعة في الوزارة بأمانة عارفين هذه المشكلة وقاعدين يحاولون يطورون ويحاولون يضعون برامج لتطوير كفاءة المنشأة. كفاءة المنشأة لا تتواكب مع الاستراتيجية والرؤية القادمة. فكيف نرفع كفاءة المنشأة؟ أنا برأيي وسويتها في نادي الشباب وأعلناها بشكل رسمي، وهي أنني أنا جبت مقر ثاني، استأجرنا أرض بديلة، نقلنا ملاعب الفئات السنية اللي أجرناها، وبننقل كثير من قطاعات النادي لها، وبيكون نادي ثاني، بيكون النادي فقط إدارة بسيطة مع الملعب الرئيسي انتهى، والباقي حنستغله تجاريا، حيكون التصرف من عندنا، الأمور كلها عندنا، زي ما يقولون المفتاح والحركة كلها ناتجة من عندنا، فنستطيع أن نستغل مقرنا الجديد اللي بيكون بعون الله بيطلق خلال 6 شهور القادمة ويبدأ البناء فيه، نستطيع من خلاله أننا نعمل بزنس كبير، نعمل أكاديميات، نعمل مقر اجتماعي يلتقي فيه الأسرة، يلتقي فيه الأسر، يلتقون فيه الأسر بشكل أسبوعي، تكون فيه نستطيع أن نعمل فيه الانترتينمنت بشكل واضح، نعمل فيه أيضا ولاء اللويالتي، نبني اللويالتي مع العوائل أنا أعتقد والمجتمع. تطوير الآليات هذه هي الآن المهمة، ليس المهم اليوم والله تي شيرت وشورت وإل دي، لا نبغى نروح الأبعد، نبغى نقول إحنا نادي رياضي. أيضا تطوير الأكاديميات ما أخذ حقه إلى الآن. طيب أنا عندي النوهاو وعندي مستثمر، أنت كمستثمر معك مال وعندك الفكرة جيدة وعندك دراسة جدوى، لكن ما تعرف تدير الأكاديمية. أنا مستعد أعطيك المدربين، أعطيك الكونسبت، أعطيك زي الفرنشايز، زي الفرنشايز أعطيك إياه تدير أكاديميتك، وأقدر أفتح 30 40 50 أكاديمية في 3 4 سنوات فرنشايز، ويصير عندي دخل شهري أو سنوي مع كوست للإدارة. وأعتقد أنه ليش ما نبيع يعني أندية معينة، بالذات الأندية الخمسة اللي دائما في المقدمة تستطيع، أو الستة أو السبعة تستطيع أنها تنتج مثل هذا المنتج. هناك منتجات الأكاديميات تقصد؟ إحنا الأكاديميات تقصد؟ نعم. طيب. بمعنى معلش لو أخذت نقطتك دقيقة زيادة، بمعنى أن للأندية ثروات ومنتجات لم تستغل بعض، وكنوز للمستثمرين لم يتم استكشافها. الحقيقة الأخوان في الوزارة قايمين بدورهم، يعلمون هذا التمام بنقاشاتنا معهم ومتطلعين، ومعنا على نفس الخط وأفضل منا وسابقيننا، ولكن لا يزال المجتمع الاقتصادي اللي احنا بنركز عليه لا يزال يعتقد ان الكورة دوشة ومشكلة، والكورة والرياضة لا ابعدني عن الرياضة، انا ما ابغى مشاكل. لا، الرياضة فيها فلوس، والرياضة فيها اموال، وفيها استثمار، وفيها توظيف. ترى التوظيف اللي حصل في الاندية السنة هذه شيء غير طبيعي، وشيء يفرح كل مواطن. ترى فتحت بيوت من خلال الرياضة، الاستراتيجية عززت ونمت تطوير الشباب السعودي وجعلهم ينافس، جعل الأندية تنافس في سوق العمل. أنا قبل سنتين كنت أعرض واحد وظيفة يقول لي لا أنا أبغى راتب مستمر، وأبغى ديمومة، وأبغى تأمينات، وأبغى. اليوم لما تقدم عرض يقول أنا مستعد أطلع زيك زي بقية القطاعات، زي أي قطاع بنكي أو قطاع ممتاز. شركة مساهمة ممتاز. طيب أنا بسألك مسلي أيضا عن، أنت تكلمت من جهة المستثمر كيف بيفكر، وش بينتظر، وش الأدد فاليو اللي ينتظرها من النادي عشان يدخل في الموضوع، عشان يدخل في مسألة الاستثمار الرياضي والشراكة. اليوم أنت في إدارة تعتبر إدارة حديثة، تجربتها يعني اليوم كم تقريبا سنة أو حتى أقل، أكيد أنه في خطط واضحة، أكيد عندكم مستهدفات على مدى فترتكم وعلى المدى الطويل بالنسبة للنادي. وين رايحين في هذا الجانب؟ في ماذا يفكر النصر كنموذج اليوم في الفترة القادمة؟ خلال الفترة هذه طبعا احنا نعمل على خطين متوازيين. الخط الأول هو تأسيس إدارة التسويق، بناء الاستراتيجية التسويق، يعني تحديد الأهداف اللي نبغى نوصل لها،
والخط الآخر هو جلب رعاه أو التعاقد مع رعاه لتسيير أمور النادي المالية. المسألة ما هي المسألة طبعا في التأسيس أو في التغيير مسألة غير سهلة أبدا، أنت تحتاج إلى يكون عندك استراتيجية واضحة، يكون عندك أشخاص محترفين يعملون في النادي، وهذه الحمد لله يعني قدرنا خلال فترة قصيرة جدا نوصل لها. لما يكون عندك جماهيرية كبيرة للنادي ومتابعة، هذه تساعدك على أنك تحقق أهدافك بشكل أسرع، وهذا اللي تحقق الآن. يعني اللي أشوفه الآن خلال الأربع الأشهر الماضية أن قطعنا مشوار مهم جدا على المدى، وحتى العقود يعني عقود قصيرة المدى ما تعتبر العقود طويلة، يعني بعد سنة قد يكون هناك تغيير في خطة التسويق، ترتفع المداخيل. والأخوان يعني صراحة في لجنة التسويق أو في إدارة التسويق ما قصروا في رسم هذه الاستراتيجيات، في رسم هذه الخطط، وإن شاء الله يعني قريبا يعني تشوفون آثار هذا العمل بإذن الله تعالى. تجربة مرسول بارك اللي تكلم عنها أبو الوليد، إلى أي حد اليوم أنتوا تستفيدون منها كمنصة أو خلينا نقول كحافز لزيادة الدخل الجماهيري ومن ثم تسويق المنتجات النادي؟ طبعا مرسول بارك هذا يعتبر قيمة إضافية لنادي النصر. عندما يكون عندك ملعب مميز وتم تهيئته بشكل جميل جدا، شكل استثماري. أنا طبعا أشكر الإخوان في شركة الوسائل على كل ما قدموه في هذا العمل، على الاستثمار الجريء، على جرأتهم في الدخول في هذا الاستثمار. طبعا هم يعني استثمروا مبالغ ما هي بسهلة وغيروا في الملعب بشكل كبير. هذا ساعدنا في عندما نتعاقد مع الرعاة يكون عندنا حقوق للنادي، وعندما يكون عندنا الملعب دائما نقدم للراعي أو المستهدف باكج كامل. احنا عندنا الملعب وعندنا النادي، وفي تنسيق وثيق مع الإخوان في الوسائل في نقاشات حول الرعاة، ونتعامل مع الموضوع يعني بشكل خلينا نقول متكامل يعني. وفي رعاة يعني أخذوا حقوق عندنا في النادي، حقوق في الملعب، وحنا أصلا شركاء في الملعب يعني في المداخيل، حنا أصلا يعني كنادي شريك فيه. ممتاز. وهذه أكيد أضافت لنا، وكانت يعني تعتبر يكفينا يعني في المملكة العربية السعودية أن التجربة هذه تجربة جديدة، وأنا أقيمها بالتجربة الناجحة وتشجع المستثمرين على الإقدام على مثل هذه الخطوة. صحيح. طيب خلينا نشوف في غرفة جدة معنا نأخذ بعض الأسئلة الموجهة لكم. والأستاذ مساعد السحيمي هو نائب رئيس لجنة الاستثمار الرياضي في جدة سابقا، وبينضم لنا أعتقد عن طريق الفيديو لتوجيه سؤاله لمتحدثي الجلسة. أستاذ مساعد أهلا وسهلا فيك، حياك الله أنت والأخوان جميعا في جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الشكر أولا لوزارة الرياضة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لتبنيهم هذا الملتقى والشراكة بالشراكة مع غرفة الرياض وغرفة جدة وغرفة المنطقة الشرقية. الجلستين السابقة أثريتوا فيها في جانب الاستثمار الرياضي، وهذه الجلسة أنا كانت لي مداخلة في الجلسة السابقة بوجود الأخ نايف مسؤول إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة، وكان السؤال موجه له، ولكن السؤال لم يطرح بالكامل. طبعا احنا انا اللي طرحت السؤال، اسمح لي يا مساعد، كان عشان الوقت بس. صحيح. السؤال الله يحفظك ويحفظ الجميع، اللي هو مجرد فكرة او اقتراح، انه نعلم جميعا انه المنشآت الرياضية او البنية التحتية للرياضة هي اهم رافد الرياضة واهم مقومات استضافتك لبطولات عالمية مثل كاس آسيا وكاس العالم أو البطولات الكبرى. إحنا عندنا في المملكة السعودية لا يخفى على الجميع أن لدينا يمكن ثلاث نماجد ممكن نفتخر فيها، اللي هو مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بالإضافة لمرسول بارك. غيرها من الملاعب الرياضية لا ترقى أنها تكون يعني بمصاف الملعب العالمية، ولتهيئ بيئة للمتابع أو المشاهد أو الفرق نفسها. فسؤال
السؤال او الاقتراح كان انه يكون لازم يكون في تعاون بين الدوله كقطاع عام وبين الانديه وشركات الاستثمار، وهو عباره عن مثلث من ثلاث اضلاع. طبعا الوزاره ممثله باداره الاستثمار، انا ارى انه تخاطب الجهات ذات الاختصاص في الدوله سواء وزاره البلديات او وزاره الماليه او الوزاره المتخصصه، ان يتم تسهيل منح ارض حتى لو كانت باطراف المدن للانديه الموجوده في المدن في جميع المدن. يتم منحهم ارض لا تقل عن 100 الى 150 الف كيلو الف متر مربع. جميل. وللان الاراضي جدا غاليه. اسعار الاراضي الانديه لا تستطيع ان تتملك ارض بهذه المساحه، ان مبلغها حيكون فوق ال 200 او 300 مليون. لذلك نرى ان الدوله تساعد الانديه بمنحها قطع اراضي حتى لو تكون باطراف المدن. بعد منحها يقوم النادي المعني بعمل تصاميم لاستاد رياضي. ممتاز. ليست بالضروره يكون استاد رياضي ضخم. اعتقد وضحت الفكره استاذ مساعد، وضحت تماما، وبنطرحها على ضيوفي هنا يعني لو تسمح لي. بسأل أبو الوليد خالد البلطان عن هل بكمل الجزئية الأخيرة المهمة في الموضوع، أنه النادي يسوق المنتج هذا، أنه عنده أرض وعنده تصاميم. تعال يا شركة سين استلمي الأرض واستلمي الخرائط، ويكون الملعب هذا تحت اسمك، مثل ما شفنا في أرسنال الملعب بالإمارات وملاعب كثيرة وملعب مرسول بارك، ولكن هذه أرض تستلمها بالخرائط بالتصريح، وتقوم الشركة الراعية أو المسؤولة عن بناء الملعب يكون واضح. يكون باسمها فرض يقل عن 20 سنة. ممتاز. ويكون الأندية تملك يعني منشآت ترقى أن تكون يعني منشآت عالمية. ممتاز. بحيرها لأبو الوليد، ومعها أبو الوليد بس يتعلق لي على قصة المنشآت أو الأستاذات الرياضية. أسطوانة قديمة، راح نبني أستاذ رياضي، راح نعمل كذا. اليوم ليش ما في حراك من القطاع الخاص يخرج بأندية على هذا النموذج هو الأفضل، يخرج ببناء أستاذات ومن ثم تطرح على الأندية كفرصة استثمارية زي ما حصل على الأقل مع مرسول البارك والوسائل؟ أعتقد أن يعني النقطة دي أجبت عليها أنا بأول حديثي، وأنا لما قلت بس كان واضح اني يعني في بدايه حديثي اني قلت اعطوا هذا القطاع مزيد من الوقت، تنضج الانظمه، وبعد الاخ مساعد وغير الاخ مساعد وعشرات المستثمرين سيجدون المناخ الطيب والمناخ الموجود. اعتقد قضيه المنشات قضيه حيويه ومتفهمه، تفهمها الوزاره جيدا، وسمو الامير عبد العزيز تحدثت معه شخصيا عشرات المرات في الموضوع، وفاهم الموضوع بشكل ومتفهم وجاري الحل لإيجاد هذه الحلول. فقط احنا كقطاع رياضي، انا نيابة عن القطاع الرياضي بما اني موجود بهالمنصة، اعطونا شوية وقت، ستجدون لكل المستثمرين حلول لهذه الافكار وغيرها. أيه. وبتجد ايضا حلول أخرى، وبتجد مجالات أخرى وأدوات أخرى للاستثمار أعلى بكثير مما طرح. هم راح ينتظرون، بس أنت راح تنتظر يعني العاملين اليوم في المجال الرياضي راح ينتظرون المستثمر، ولا المستثمر عليه أن ينتظر حتى تنضج كل هذه القصص؟ المستثمر متجدد، المستثمر ما هو إنسان جامد، قد يذهب مستثمر ويأتي ثلاث مستثمرين. احنا نتكلم اليوم، أنا ما أبغى يأتي مثلا سين، مثلا شركة سين وتأخذ استثناء، أو مثلا مرسول بارك. كيف نتج مرسول بارك؟ نتج مرسول بارك من نتاج إن في جهة حكومية بنت ملعب وأجرته بطريقة استثمارية خارج موضوع الرياضة. طيب. بعدين دخل في الأسرة الرياضية بصفة إنه عمل جميع المواصفات وتم تأجيره لنادي معين، أو تم الاتفاق مع نادي معين أو لنادي النصر، ودخل في منظومة الرياضة. هذه قد لا تتكرر إلا ما في جهة حكومية أو جهة خاصة بانية. لكن أنا الذي أريده كحل شامل ودائم لتساؤل الأخ مساعد وغيره، إنه يا أخوان هناك في المطبخ، في مطبخ الأنظمة في الوزارة
ومعها الأندية ومعها العارفين بالرياضة واللي قلوبهم على الرياضة واللي يحبون صناعة الرياضة ترى عطوهم شوية وقت، ترى بيطلع أنظمة كفيلة لإيجاد، وبس بعد كذا وين المستثمرين؟ صحيح. كفيلة بإيجاد بيئة خصبة لاستثمار الملاعب، استثمار المنشآت، استثمار هناك استثمار الأكاديميات، الملاعب، الألعاب المختلفة بكلها. في النهاية باختصار سيتم الإجابة عن سؤالك يا أخ مساعد، ويتم تفعيل مثل فكرتك وأمثالها على الواقع بعد أشهر أعتقد قليلة، ما راح نطول كثير. ممتاز. أنا كل ثقة، كل ثقة بالوزارة أنها ستنتهي قريبا، وبتشوفون على الملأ بتشوفون تغير كبير في الاستثمار الرياضي إن شاء الله. هذا الأكيد المنتظر. خلينا نشوف الحضور اللي معنا، إذا في أحد يبغى يوجه سؤال للمتحدثين بالجلسة. سب أنت سؤالك مجروح. أهم حاجة ياسر مسأل خلص من الصحفيين. هرب. بسم الله. أول شيء بصراحة يعني حلقة بصراحة ونقاش ثري بين يعني عدد اثنين من رؤساء الأندية اللي بصراحة رائدين في موضوع الرياضات وحتى في موضوع المنشآت وأيضا في الخطط الاستراتيجية، وهذه نفخر فيها إن شاء الله. بس أنا كتنويه فقط، مبادرة تطوير المنشآت الرياضية من ضمن استراتيجية دعم الأندية تم الإعلان عنها بتحويل عدد 3 منشآت رياضية اللي هي أندية الشباب والاتفاق والفتح إلى استادات رياضية، وإن شاء الله العمل بدأ فيها في هذه المنشآت، وبيتم إن شاء الله الانتهاء منها على النصف الأول من إن شاء الله 2022. إضافة لذلك إحنا قاعدين شوي نجلد في الذات فيما يخص منشآت الرياضية في المملكة. الستاندر اللي فيها هي منشآت نطمح أنها تصل إلى مستويات أعلى، نفخر بالجوهر وبمرسول بارك وباستاد الملك فهد. منشآتنا الأخرى سواء في المنطقة الجنوبية أو حتى الرياض أو حتى في المنطقة الشرقية منشآت تعتبر على ستاندر الاتحاد الدولي لكرة القدم جدا عالية مقارنة بالغير، وأن أساسا نطمح وليست هذا طموحنا، فيها تطوير فيها تغيير، حريصين أنها ترتقي لأستاذات أخرى. بس إن شاء الله أنه نعد في خلال السنتين القادمة بوجود أستاذات رياضية مختلفة اللي هي مقررات الأندية الرياضية بإذن الله إن شاء الله. طيب بس خلينا نذكر الباجات اللي معكم فيها QR كود بإمكان أي أحد بس أنه يسجل في الورشة العمل اللي راح تقام بعد الجلسة الثالثة إن شاء الله. هي ورشة عمل ما بين المستثمرين وما بين الأندية، يعني للخروج بحوار مثمر بين أطراف العملية الاستثمارية. في سؤال في القاعة عندنا. طيب شكرا لكم. خلوني ادعو بس الاستاذ سلطان على الشيخ من غرفة الرياض، وذلك لتكريم ضيوفنا بعد الشكر لهم. وكذلك شباب ايضا الاستاذ نايف حضروا في التكريم، الاستاذ نايف الدوسري والاستاذ سلطان على الشيخ. شكرا جزيلا مسلي، شكرا ابو عبد الله، شكرا جزيلا، شكرا ابو الوليد تحفتونا، شكرا جزيلا. هنا مسلي. تكريم للأستاذ خالد البلطان الذي شرفنا في هذه الجلسة، وكان له عديد الأفكار أكيد اللي راح نأخذ بها. بس دقيقة، وأنتم موجودين جميعا أنا أطلب من كل أحد توصية عشان الجماعة يسجلونها، فأعطونا توصية من الجلسة. توصية عنوان عريض تبغى يكتب في النهاية. قلتك سألني قبل شوية. جميل. أبو الوليد إذا في توصية.
الاستثمار الرياضي والعملاق القادم. هذه عناوين يطرحها متحدثي الجلسة. الأستاذ مسلم عمر شكرا لحضورك أيضا، وهذا التكريم الذي تستحقه أكيد لكل ما قدمته من إثراء في هذه الجلسة.